مرحبا بحضراتكم مرة أخرى في هذه الحلقة من الزراعية مباشر لنستكمل الرحلة الخضراء، البحث عن كل ما هو جديد يهم المزارع المصري، وأيضا العمل على حل المشاكل التي تقابل العملية الزراعية والتحدث مع المسؤول عن إمكانية التواصل السريع والحل هذه المشاكل مع المزارع. أرقامنا الآن موجودة على الشاشة علشان نسمع منكم ونتكلم معكم في كل ما هو متعلق بالفلاح المصري داخل أرض الزراعية وحياته اليومية. في بداية هذه الحلقة اتكلمت عن البيوجاز والعائد من استخدامه، ولكن للحديث أكثر وأكثر من خلال المسؤول الأول عن هذا المشروع في مصر معايا الدكتور سمير الشيمي رئيس مشروع البيوجاز بمعهد بحوث الأراضي والمياه. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، بالتوفيق دائما. بالنسبة للبيوجاز ووحدة البيوجاز، في ناس كتير قوي ما عندهاش معلومات عن البيوجاز او لاول مره بيسمعوا هذا المسمى، يا ريت نوضح معنى البيوجاز نفسه. البيوجاز هو عباره عن اناء او حفره او مبنى صغير بنحط فيه يوميا مخلفات الحيوانيه، أو بيكون الاسطبل متوصل على طول بهذه المبنى وهذه الحفرة، وبيتم طبيعي تخمر البشر أو الإنسان ما بيتحشرش في حاجة، هي الميكروبات بتتفاعل، ونتيجة هذا التفاعل بينتج غاز الميثان زي الغاز الطبيعي تماما، بناخده بخراطيم أو بمواسير على مسافة صغيرة، بيتوصل بالمطبخ المكان اللي الناس بيطبخوا فيه، ويكون ده بديل تماما عن البوتاجاز وعن اي مصادر اخرى للطاقه. في نفس الوقت ما بنفقدش هذه المخلفات، احنا عارفين ان الفلاح محتاج هذه المخلفات او الروس عشان يعملوا سباخ بلدي يسمد بيه ارضه، لا ده احنا بنطلع له مع البيوغاز سماد متطور درجة نقاوته عالية، محتواه من العناصر السمادية عالي، يستخدمه مرة أخرى في تسميد الأرض بتاعته، وده يقلل من استهلاكه للأسمدة الكيماوية ويرخص مدخلات الإنتاج الزراعي عنده، ويقلل التكلفة بتاعته لأن المصادر كلها موجودة عنده. ده البيوجاز ببساطة. طيب احنا عندنا وحدة البيوجاز التابعة لمركز البحوث الزراعية، يا ريت حضرتك تقول لي احنا ابتدينا فعلا ننشر هذه التكنولوجيا، هل هناك عدد من المزارعين بيستخدمها عنده، عدد من المزارع ابتدت تطبق هذه التكنولوجيا؟ طبعا احنا بدأنا البيوجاز الحقيقة في مركز البحوث الزراعية من ثمانينات القرن الماضي، ودلوقتي كل شوية بنعمل توسعات وحدات إرشادية، وفي فلاحين دلوقتي ومالكي مزارع الدواجن ومحطات الإنتاج الحيواني بيعملوا البيوجاز دلوقتي بدون دعم من الدولة خلاص، لأن هم حسوا إن هي دي أفضل له من إنه يجيب مصادر أخرى ويدور على عمود البوتاجاز ويدور على أي حاجة تانية، ودور على الكروسين ولا الكهرباء ولا الحاجات دي، الناس كلها بدأت تدور على البدائل، واحنا عندنا في مركز البحوث الزراعيه مركز ارشادي وتدريبي موجود في محافظه الادبيه في قريه مشطور. كل اللي نفسه يعمل بيوجاز احنا بننصحه انه يروح يشوف الناس اللي عملت، يجي يشوف المركز ده، وهيلاقي في هذا المركز بنولد كهرباء من البيوجاز، موتورات الري بتشتغل، الفران بتاعت الخبيث بيشتغل بالبيوجاز، المواخد، ودي كلها جايه من روس المواشي. طيب المركز في مشتهر ممكن بيقدم خدمه ارشاديه فقط، ولا لو مزارع جه وقال انا عايزك حضرتك تنفذ لي مشروع البيوجاز عندي في ارضي او في مزرعتي؟ لما يجي طبعا نبعت له واحد من المهندسين بتوعنا خبره في هذا الموضوع، يروح يساعده ويقدم له المشورة الفنية ويقف جنبه وهيساعده تماما وهيقدم له كل حاجة، بس هو على المزارع انه
يجيب الصناع اللي هيعملوا الكلام ده، العمال اللي هيعملوا الكلام ده، التكلفة بتاعته، ونحسب له التكلفة، لأن تكلفة وحدة البيوجاز ما يتشابه دي، بتبقى علاقة فرضية ما بينها وما بين كمية المخلفات اللي عنده، وكمية المخلفات توقف على عدد المواشي اللي دي عنده. نقطة أنا كنت عايز أسأل حضرتك عليها، بالنسبة للتكلفة، يعني حضرتك تقصد كلما زاد عدد الماشية أو الثروة الحيوانية اللي موجودة أيا كان نوعها هيؤدي إلى موازنة في التكلفة وفي العائد من البيوجاز. مظبوط، هيطلع له غاز كميته كبيرة، هيطلع له سمات كميته كبيرة، لو عنده كميات حيوانات كبيرة، لو عنده بيت فيه 3 4 5 شقق وعنده حوالي 10 روس أو 12 راس ماشية، البيت كله يشتغل بالبيوجاز. لكن اذا كان مزارع يعني عنده راسين او ثلاثه، يدوب هي دي تطلع له لحد بيته هو فقط. يعني جميل جدا لو حضرتك بتقول لي 10 رؤوس ماشيه تنور منزل مكون من 3 أو 4 شقق وحدات سكنيه. تدي له الغاز كبديل للبوتاجاز، تدي له الغاز. طب ده ميزه كويسه جدا، لان هو يعني اظن ان 10 رؤوس ماشيه في عدد كبير جدا من المزارعين او المربيين بيمتلك هذا العدد واكثر، وبالتالي ان هو يقدر يوفر عنده في استخدامه بالنسبه للغاز. هو واجب على الناس والمزارعين ويخشوا في هذه التكنولوجيا، بدل ما بيقف على بوابه البوتاجاز ويقول ال 80 جنيه و70 جنيه ويقف في طوابير. عايزين كده نخش في البيوجاز زي المنظومات العالم كله دخلها، العالم كله بيشتغل بتكنولوجيا البيوغاز. ولكننا في مصر السؤال لحد دلوقتي ما احناش داخلين في الموضوع بعمق ايه وبسرعه، دي حاجات الدعم كان بيلعب فيها دور. والوعي، الوعي مهم جدا علشان المزارع يبقى عارف ان هو ممكن يستفيد من البيوغاز. الوعي الوعي وياخد السلعه تبقى سهله ليه. النهارده الناس بتاخد كل حاجه طالما ما هوش واقف في طوابير ولا قرفان ولا زعلان، بياخد كل حاجه ومستريح وضميره مستريح. فعلا. طيب احنا بنتكلمنا عن المميزات العديده، ولكن في نقطه مهمه قوي، البيئه. الحفاظ على البيئه مهمه، وخصوصا ان احنا عارفين في خلال السنوات القادمه او العشر سنوات القادمه ارتفاع لدرجات حراره الارض عموما وتاثيرها على المحاصيل الزراعيه والانتاج الحيواني. هل انا لو توسعت في استخدام البيوجاز هقدر احد من الملوثات ومن الاحتباس الحراري اللي موجود عندي، بحيث ان انا اقدر يبقى عندي توازن بيئي؟ طبعا البيئه يجب على الدوله بقى والمشروعات في المحافظات، ولازم من المحافظات تخش ويجي يزورونا ويشوفوا. احنا النهارده في محطات الصرف الصحي بناخد الحمأة الرواسب بتاع الصرف الصحي وبتعمل لها وحدات بيوجاز وتولد له طاقه، بدل ما تترمي وتتخمر في الجو وتطلع ثاني اكسيد الكربون وتعمل الاحتباس الحراري. ومزارع الانتاج الحيواني يجي يزورنا في مشتهر، احنا عندنا مزرعه نموذجيه تبع وزاره الزراعه، بيتم تغذيتها بروس 350 راس يوميا، بتنتج 150 متر مكعب غاز في اليوم، شغل المزرعه. 350 يعني راس ماشيه تنتج 150 متر مكعب غاز في اليوم. ده بيشغل مولدات كهرباء وبتشغل ماكينات ري، بتشغل لهم وشغل الحاجات دي كلها. يعني المشروع مهم جدا يا دكتور سمير، المشروع يساعد في التنمية على أكثر من مجال، حفاظ على البيئة، التخلص من المخلفات بطريقة سليمة، وإعادة تدويرها مرة أخرى كتسميد للأرض، توفير الغاز، تكلفة اقتصادية أقل، حفاظ زي ما قلنا على البيئة وعلى درجة حرارة الكوكب، لأن احنا عارفين الملوثات والمحروقات اللي بيتم استخدامها بكميات كبيرة أثرت فعلا على الأرض. أنا عايز حضرتك تقول كلمة بقى إرشادية توعي فيها كل المربيين اللي بيشوفونا النهارده بالنسبه للبيوجاز، وبالنسبه لامكانيه التواصل مع حضرتك من خلال وحده البيوجاز في الاليوبيه. من خلال التواصل معانا، احنا في معهد بحوث الاراضي والمياه بالمركز بحوث الرعايه في الجيزه، في وحده للبيوجاز يجي ونقعد معاه ويزورنا ونوري له حاجات. النهارده الكمبيوتر بين كل حاجه، يعني عاوز يجي يزور مزارع نوديه يزور مزارع ويشوفها ويجي، عاوز يشوف كل حاجه على الكمبيوتر، احنا بنصور كل حاجه فيديو يجي يشوفها على الفيديو بالكمبيوتر ويقتنع. دي من ناحيه التواصل معانا. من ناحيه
وبنقدم له كل الاستشارات وكل الخدمات، كل اللي هو عايزه. أيوة. من ناحيه بقى الوعي، انا 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 بنطلب كل الناس كلها انها لازم تخش في التكنولوجيا الجديده. احنا لازم نبقى عارفين ان احنا في مصر بنعتمد على مصدر واحد للطاقه، ويمكن الخطاب الاخراني لرئيس الجمهوريه قال احنا عايزين نكون طاقات جديده ونخش في مصادر اخرى للطاقه، لان احنا مخنوقين. مصدر واحد للطاقه ده يا جماعه يخنق مصر، احنا عايزين كل الناس تدور على المصادر كلها. فعلا. الدكتور سمير الشيمي رئيس مشروع البيوجاز بمعهد بحوث الاراضي والمياه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمه.